يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جماعة من الناس في مكان صلوا بعد دخول الوقت مباشرة، حيث نظروا إلى الساعة ثم صلوا بدون أذان، فقط مجرد إقامة للصلاة ثم صلوا، فهل فعلهم صحيح؟ في بلد ولا في بلد؟ على كل حال الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والأذان هذا خارج عن الصلاة، هذا حكم خارج عن الصلاة، ما إذا تركوا صلاتهم صحيحة. نعم.